السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف على اليونيتي ازاي اضيف الجاذبية للعناصر. اول حاجة لازم يكون عندي عنصر، طبعا اضيف العنصر اهوت. طيب وهاجي بقى من الخصائص بتاعة العنصر، وانا عامل سيلكت عليه هقول له اد كومبوننت اهو ارجت بادي، تمام. وبعد كده هبدأ اشغل اللاب، مجرد بس ان انا ضفت المعامل فتلاقي الجاذبية بدأت تشتغل معايا. طيب هرجع للواجهة بتاع التصميم وايه هقول له كوبي بيست، يعني عايز اضيف واحده كمان بحيث يبقى عندي الشكلين. طيب واحد فيهم اغير المعدل الادراك بتاعي، مثلا نخليها 2 مثلا واقول له شغل، بتلاقي في اختلاف في سرعه هبوط العناصر. طيب هقول له اوف. طيب دلوقتي بقى عايز اضيف شكل معين، وليكن مثلا عايزين نضيف مثلا بلان بالشكل دوت. خلينا نتأكد بس من حاجة، ان هو العناصر فيه على طول، لا في اختلاف شوية. خلينا نحرك دي كده بالشكل دوت، تمام. هندوس بالزر الأيمن ونبدأ نحرك الشكل بالطريقة ديت، تمام. طيب هقول له اعمل هبوط للعناصر، فالاتنين نزلوا زي ما انت شايف، تمام. في اختلاف في الوقت بسيط بينهم، ده اللي هو 0 وده اللي هو 2، خليها تبقى 3 مثلا. طيب هاجي على العنصر دوت واقول له انا عايز اعمل روتيت، وهبدأ اعمل اختلاف كده بسيط، ميول بسيط، واقول له شغل اللعبة بتاعتي. هتلاقي العناصر نزلوا وهم، ولان في ميل بدأوا ينزلوا. طبعا كلها حسابات هندسية كانت بتاخد وقت كتير لو عملتها مانيوال. التانية عشان نزلت بسرعة، نزلت بسرعة ودي خدت وقت شوية.